السلام عليكم، سميتي هبة محمود، كنلقى في السنة الثانية من البكالوريا من شعبة الآداب. الهواية ديالي هو الرسم، جاتني من فترة من صغري. هاد العام جاتني الفرصة كما كنقولوا جاتني الفرصة من عند الأستاذ محفوظي، عبد العالي محفوظي، اللي شاف الهواية ديالي من فترة اللي فات. وكما كتشوفوا هذه اللوحه هذه من بين اللوحات اللي مهمه بالنسبه ليا، وعبرت عليها بشكل اللي من ناحيه الالوان ومن ناحيه الشكل ديالها. كما كتشوفوا هذه اللوحه هذه هي عباره عن شخصيه وحده، ولكن فيها كما كنقولوا انفصام شخصيه، ولكن ماشي انفصام شخصيه. هذه الشخصيه الاولى كتبان مكتئبه وباين من عينيها، من عينين ومن الفم اللي مسدود بالالوان ديالها اللي كتعبر على كل لون والدلاله ديالو. كاين اللي كيشوف باللي اللون صفر دلاله على لون المرض، والاحمر على دلاله على شي حاجه دمويه، والاسود على الظلام والاكتئاب التام. كما كنشوفوا الشخصيه الاولانيه اللي كتبرز الهالات السوداء، اللي هو كيقول لك انا حزينه، انا عندي خاصني شي حوايج، بغيت نهضر، بغيت نخرج، بغيت ندير بزاف د الحوايج. ولكن الشخصيه الاخرانيه هي هذه الشخصيه اللي كيقول لك سكتي، ما تقولي حتى حاجه، كبتي من هاد المشاعر ديالك وما تسكتيش عليها، سكتي عليها وما تقولي حتى حاجه، يعني حتى واحد ما غيفهمك. اذا من هاد الشيء كامل كيبرز الشخصيه الاخرانيه هي هذه على انفصام الشخصيه كما كنقولوا. كما قلت انايا كاين اللي غادي يفهمها بطريقته، كاين اللي غيفهمها بالاكتئاب ديالو. يعني ماشي ميمكنش شي واحد غيعرف الاحاسيس من شي لاخر، يعني من الداخل ديالو غيشوف من النظره الفنيه من عينيه غيفهم هاد اللوحه مزيان. اللي ما فهمش ما غيشوف الالوان، غيشوف التعابير ديال الوجه، غيفهمها بكل طرق. هاد المعرض جات من مؤسسه الثانويه ابن ماجه، وكنشكر بزاف الاستاذ عبد العالي محفوظي اللي برز لي هاد الموهبه في هاد ليسي، وكنشكر من تنظيم المدير والنظير من هاد المؤلف، واول الناس اللي دعموني في هاد المجال ديال الرسم هما والديا، وسورتو بابا اللي دعمني بزاف واللي كيفهم الفن بزاف، وماما اللي شويه في الفن كيعجبها المناظر ديال الطبيعيه، وداكشي علاش انا رسمتهم. وكاين شي لوحات اللي قليل غيفهموها، وهادشي اللي بغيت لحقاش اللوحات الفنيه غامضه هي المعنى ديال الفن ديالها، واكثر غيفهم اللي عنده النظريه الفنيه. شكرا. السلام عليكم، معكم ابراهيم بوسعيد، رئيس جمعيه الاباء وامهات واولياء تلاميذ ثانويه ابن ماجه بامزمز. اليوم نتواجد في المؤسسه لحضور نشاط ثقافي يتعلق ب يعني معرض لوحات فنيه من يعني تشكيل التلميذه هبه ومحمود. حقيقه انه جمعيه الاباء لا يسعها الا ان تشجع مثل هذه يعني الكفاءات وهذه الطاقات المتواجده بالمؤسسه، يعني كما ان الجمعيه دائما الى جانب يعني هذه الانشطه الفنيه والتشكيليه تشجع جميع الانشطه يعني الموازيه التي تقام بالمؤسسه. و يعني نحن راهن اشاره جميع التلاميذ على اساس ندعمهم في جميع الانشطه اللي كيبغيو يقوموا بها في داخل المحيط المدرسي ديالهم، وكنتمنوا انه تكون فضاءات اخرى لهاد التلاميذ على اساس يبرزوا ويعبروا على يعني على المواهب ديالهم، سواء في داخل المحيط الجمعوي او لا داخل يعني فضاءات دور الشباب في المنطقه. وكنتمنوا التوفيق للجميع، وشكرا للاطر اللي كتشرف على هذه الانشطه داخل المؤسسه، شكرا للاطر الاداريه وجميع الاباء والامهات اللي كيكونوا بجانب الاباء ديالهم لابراز الطاقات ديالهم. شكرا لكم جميعا.